شو بك طلعت؟ في شيء؟ هبة إذا بتريدي بدي أقوم على غرفتي. تعبان؟ تعبان، تعبان كتير. يلا يلا نقوم على غرفتك. على مالك على مالك يا رب. Do I have to wait by the door any longer? Perhaps the village made you forget courtesy that you can say to a beautiful lady, come in. Come in. I don't believe it. The one I love lives in the middle of such a trash. Don't tell me you're making sacrifices for the sake of England. Someone like you can think only by oneself, not anything else. This is not the first time you visit this trash, I think. I'll consider it as an impudent hint, but not too smart. I don't see you anymore, Barry. Why? Don't you know that I can't be away from you any longer? You wanted that. We had enjoyable times together, but we should have parted. You don't really believe that I can't give you up. I need you beside me all the time. You tend to have strange thoughts sometimes. It seems to me that you are wasting your feelings on trivial matters. You're saying this nonsense to me instead of kissing me. How did you come here? Alone. I don't want you to do this again. Even if it was for the sake of those we love. Even so, you have to go home immediately. فيك تسمعني يا أغا؟ شو في سكينة؟ في شي لازم خبر حضرتك فيه قبل ما توقع المصيبة يا سيدي. مصيبة؟ أنا مصيبة يا سكينة؟ أنا حامل يا سيدي. شو؟ حامل؟ هاي الحقيقة يا أغا. شلون عرفتي انك حامل؟ مثل ما بيعرفوا كل النسوان يا اغا. طيب يا سكينة، روحي هلا لشغلك، وبالليل خليكي بأوضتك، ويلي بيطلبوا منك رسلان بتنفذي. امرك يا اغا. Thank you.
بدنا نروح رسلان؟ مشوار. لوين؟ أوامر الأغا ما حدا بيناقش فيها. راجع لهون؟ راجع. تحركي هلا بدون ما كتري أسئلة. يجينا مثل هالوقت؟ ما بعرف، رح اشوف مين. خلي سميحة تفتح. سميحة بتكون نايمة، انا رح اشوف مين. ما بطول عليك. ايه مروان، كيف ارجوكي تسمعيني؟ أنا ما عم بقدر أعيش بدونك. أرجوكي اسمعيني وفهميني. اللي عم تعمله يا مروان غلط. غلط بحق القيم والأخلاق. غلط بحق صديق عمرك. تركنا بحالنا بقى. تركنا نعيش بأمان ونكمل حياتنا. أنا بلشت أكرهك. ارجع لزوجتك. هي حامل وبحاجتك. مين يا هيبة؟ هي مرة مسكينة عم تدور على أكل لأولادها. الدنيا ظالمة. رسلان خليك واقف هون، وإذا احتجت لشي بنادي لك. ماشي.
بردور. حاضر استاذ. يلا مشان ما نتاخر على بشير اغا. اورايت. رسلان. نعم يا ستي. خذ سكينة على البيت ودير بالك عليها ولا تعجل بالحنطور حتى ما تنزف من جديد. حاضر يا ستي. وإذا سألك عابد آغا قل له كل شيء تمام. أمرك يا ستي. اجت النوبي ما هيك؟ قولي لي سكينة، وين كنتي امبارح بالليل وشو كنتي عم تساوي بالحنطور مع رسلان؟ قولي لي شو في وشو صاير معك لحتى اعرف كيف ساعدك. ردي علي سكينة، ضيقتي خلقيها. إذا ما بتحكي رح ازعجك. إذا صارحتيني بمشكلتك من أولها بيكون حلها أسهل من بعدين. سكينة قولي لي شو في وشو صاير أحسن ما أدور على السبب بنفسي، وساعتها ما رح أرحمك شو ما كان السبب. أنت كنتي عند عزيزة شي؟ رشاد آغا وصل بالسلامة. الحمد لله لك يا رب. اشتقت لك كثير كثير يا رشاد، ما غبت ولا لحظة عن بالي. وأنا كمان اشتقت لك يا أمي، وما غبت عن بالي يوم. كيفك يا أمي؟ طمني أنت عنك. أنا بخير مثل ما شايفة، المهم أنتوا تكونوا بخير. الحمد لله، كلنا بخير. أصلاً صوت أمك ما علي بالبيت إلا وقت اللي جيت بالسلامة. الله يسلمك بشير.
بكل الاحوال طلع لك عندي وحشه ما كنت متوقع بها الحجم. شو اخبار دراستك يا ابني يا رشاد؟ ماشي حالة بابا. ماشي حالة ولا ممتاز؟ بابا انا قلت ماشي حالة لانه هي هي العبارة الشائعة، ولا بالحقيقة دراستي ممتازة ان شاء الله. وامتى بتخلص؟ يعني سنة دراسة وسنة تدريب وبحصل على الشهادة ان شاء الله. اتمنى لك كل خير يا ابني وموفق. شكرا. والله بعلي عندك لك ابني. امي الحمد لله كل شيء مأمن. الحمد لله. اتركي عمك انا بصب. انت روحي ارتاحي بفرشتك، مبين عليكي مريضه وتعبانه. لا تتحركي من فرشتك لحتى تتعافي ها. واذا احتجنا لشيء هي فضه موجوده. ديري بالك على حالك يا بنتي. ما في شيء غير ذهبات غازي. وين حطوا سيارتها لكان؟ طيب بلكي ما كان معها مصاري والكلام اللي قالت لنا اياه كان صحيح. يمكن سامي. بجوز. لانه لو معها مصاري كانت قالت لنا عليهم مشان تنجبي نفسها. بنت حرام. كانت حاسه انه بنقتلها اذا اخذنا المصاري او ما اخذناهم. وفضلت انها تموت وتخليهم حرقه بقلبنا هالبنت الكلب. طيب وهلا شو بدنا نساوي؟ لازم نمشي من هون بسرعه. والأفضل إنه نغادر هالمنطقة كلها لأنه ما فيها غير الفقر والتعتير. منير تعال. مو بقيان غير هاي. لازم نلاقي حل. أول مرة بحس حالي ماني رجال ولازم أدفن حالي. ليش هيك عم تحكي؟ لكن معقول قاعد هيك مثل المشلول؟ محاصر وجبان وتافه؟ لازم نلاقي حل. تعرف؟ نحن الاثنين مثل المجانين، كل مرة واحد مننا بيضعف والتاني لازم يقوي. والظاهر هالمرة دورك. أخوك بشير عايش حياته بالطول وبالعرض. عديم التفكير والمسؤولية. آخر شي بيفكر فيه العيلة والملكية. ولهالسبب أنا ما قدرت أعتمد عليه بشي أبدا. أنت الوحيد الباقي لي في هالحياة يلي حاطت أملي فيه. وشو المطلوب مني بابا؟ أنا لما كنت بسنك كنت حاول أخلق من نفسي رجال تاني. رجال قادر على حكم رجال. وكون أب لأولاد كمان يكونوا قادرين على حكم رجال. حققت النص الأول من الحلم وناطر يتحقق النص الثاني. وماني شايف حدا يساعدني على تحقيقه غيرك أنت. كيف بابا؟ أنا محاصر بالأعداء يا أبني وأملاكي مهددة بالزوال. أنا وحي ماني خايف من مخلوقي هو بناحها، بس خايف عليها بعد ما اموت. بعيد الشر عنك يا آغا. دائما لازم نتوقع الأسوأ يا ابني. والإنسان الحكيم هو اللي بيفكر بولاده كيف يكونوا بعد ما ماتوا. يلي بطلبه منك يا رشاد انك تتجوز وتملي البيت بالولاد. وبعد ما بتاخد شهادتك بدي اياك تكون جنبي وتساعدني بإدارة الملكية. المهم اشعر انه سلالتنا مستمرة وانه عائلتنا قادرة على انجاب رجال. بيت عبيد اغا لازم ما ينقطع من رجال ابدا. معك حق بابا. وانا كمان دائما كنت عم فكر انه عائلتنا عدد قليل. واذا كان حل هالمشكلة بزواجي فانا موافق على الزواج. المهم نعرف نختار زوجة مناسبة لك. زوجة
تزيد من قوتك بدل ما تضعفها، زوجة تزيد من سلطتك وهيبتك. زوجة ما حد حصل عليها قبلك، ومن النادر حدا يحصل عليها بعدك. كأني عم بفهم من حضرتك انك مختار لي الزوجة المناسبة وخلاص. لا يا ابني، انا اللي علي اقترح وبتضل الكلمة كلمتك انت. بمين عم تفكر اغا؟ باخت القنصل الانجليزي اسمها لورا. من فترة زارونا هون، امك واختك اعجبوا فيها بشكل ما بتصوروا عقلك. ومن هلا بتروح انت واختك فضل عندهم، بتشوفها بتتعرف عليها، واذا عجبتك اترك الموضوع علي، انا بتفاهم مع اخوها القنصل. يا ابني، مستقبل العالم للانجليز، ويلي ما له علاقة او ارتباط مع هون ما له مستقبل. يلي بتأمره هو اللي بصير يا اغا. الله يرضى عليك يا ابني. عن اذنك يا اغا. الله معك يا ابني. عزيزي، بقصد بيت المخدورة عزيزي، هو بالأساس إلنا. بتنطفوه بترتبوه وبتخلي معاك المفتاح تبع البيت، وممنوع حدا يدخله. مفهوم رسلان؟ مفهوم يا أغا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كريستين حكيني شبك. لو لقيتني عن جد ميتة شو كنت عملت؟
سألتيني هالسؤال من قبل وجاوبتك. جاوبتني ونسيت. قلتلك كنت بكيت. وشو كمان؟ وكنت كرهتك لأنك متي. وأنا كمان ما بعرف شو بده يصير فيني إذا بيجي يوم فيه وما بلاقيك جنبي. على فكرة حبيبتي لازم نغير قرنتنا. ليش خايف؟ خايف عليك. يلا مدام. خليهم يتفضلوا. حاضر تفضلوا. فضة اهلا وسهلا. شو هالمفاجأة السعيدة؟ اهلا بحضرتك انسلورا. اخي رشاد اهلا وسهلا. شرفنا. تفضلوا تفضلوا. لالي اعملي لنا شاي. حاضر. ما بتتصوري قدي سعيدة بزيارتكم، يعني كل هذا الوقت اللي ما شفتك فيه ما رحتي من بالي. القلوب عند بعضها أنسلورا. على كل أن أنا تذكرتكم كتير ولما تأخرتوا علي اجيت شوفكم لأني اشتقت لكم. أهلا وسهلا فيكي وأهلا وسهلا بالأستاذ رشاد، والحمد لله على سلامتك. شكرا. تأكدي يا فضة، لو حدا سألني قبل ما تجي مين جاي على بالك تشوفيه أكتر شي بقول له أنت. تسلمي لي يا أنسلورا، أنا متأكدة من هالشي. وين الأنسة كريستين؟ لالي وين الشاي؟ مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا ابني. الله يبارك فيك بابا. مالتي لي يا سوسن، شو سميته الصغير؟ سوسن هي اللي اختارت الاسم. على اسمك يا عمي اجيت بيك الصغير. تسلمي يا اصيلة، عاشت الاسامي وان شاء الله بيربى بعزكم. يربى بعزك انت بابا، نحن عايشين من فضلة خيرك. الله يطولنا بعمرك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. شوف يا ابني يا رشاد، أنت شاب ناضج ومتعلم ومثقف وبتعرف مصلحتك أكثر من كل الناس. هي أنا وأمك قدامك ناطرين منك كلمة واحدة بس، إيه أو لا. إيه لنعرف شو بدنا نساوي، لا بضل هذا رأيك. بالقفلة اللي بيهمنا سعادتك وراحتك. بابا أنا شفت الست لورا وعجبتني وما عندي مانع أتزوجها إذا هي وافقت على هيك زواج. أنا بفتخر أنه يكون عندي ولد بيفهم علي وبيقدر الأمور صح. أنا راح أدعيهم لزيارتنا مشان تشوفها وتلتقي معها وتتعرفوا على بعض أكثر، وإن شاء الله بإجازتك المقبلة بتكون تمت الأمور كلها بإذن الله على خير. أمي شو رأيك أنت؟ يلي بتشوفه أنت وأبوك يا ابني الله يجعله ساعة خير ويقدم اللي فيه النصيب. Thank you.
اشكرك عامد اغا لهالدعوه لانه اجت بوقتها. متضايق شوي وكنت بحاجه لهيك بريك. صدقني يا سعاده القنصل وبدون يمين، انا لما بحب اني اشوف عزيز وصديق لي ما بيخطر على بالي غيرك. يا ريت لكان عابد اغا تكون الامور بزيارتنا هي الك طبيعيه بدون اي رسميات، ونجلس انا وياك نحكي بهمومنا واحوال الدنيا. وليكن سعاده القنصل، وليكن. وانت كمان الك عندي خبريه ان شاء الله بتنال رضاك وموافقتك، بس ما بريد نحكي فيها الا اذا كنا لحالنا. اكسكيوز مي. اوكي رشاد. ابنك رشاد يا عبد اغا شخص لطيف جدا. انت كم يوم صار لك على هالحاله؟ مين عم بيدير باله عليك؟ سكينه ليش هيك عم تعملي بحالك؟ انت لازم يشوفك حكيم وباسرع وقت لانه ما عاد فيكي تمشي. لا يا لالي، ما في لزوم للحكيم، انا بعرف حالي عم تحسن كل يوم او اثنين. طيب ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا كنت عم فكر اقول لسعاده القنصل بلكي مننزلك معنا على المدينه وياخذك على شي حكيم يشوفك. تسلمي يا لالي، ما في لزوم، انا عم اتحسن ان شاء الله انا وياكي بكره بنطلع مشوار. انا ما بدي اتعبك بهمومي، كفيك اللي فيكي. لا يا سكينه، كلهم مشغولين ببعضهم وانا ما عندي اهم منك انشغل فيه. وين انسة كريستين؟ ليش ما اجيت معكم؟ ستي فضة كانت مشتاقة لها كثير. وانا اشتقت لها كمان. رح انزل شوف الستلورة اذا بدها شيء، حاكم هي لقيمة ومخها صعب، وبرجع لك. بشير الله يصلحه مصر ما يتجوز، بيقولوا هو غلطان كتير طبعا، انه الزواج بيحدله من حريته وبيوجع له راسه. بس رشاد الله يهديه يا رب ويوفقه، رأيه غير شكل تمام وعم بيفكر انه يتجوز. طبيعي يا امي وجود رأيين مختلفين بهيك موضوع ضمن عائلة واحدة، ما هيك انسلورا؟ طبعا، وأنا بشوف اختلاف الآراء داخل الأسرة وحتى داخل المجتمع شيء ضروري. الحمد لله مأمن من كل شيء، مو ناقصه غير بنت الحلال اللي تناسبه وتليق فيه. عم تفكر تتزوج بنت من المنطقة ولا حتجيب معك عروس من مصر؟ بالواقع أنا لهلأ مفكر بالزواج من ناحية المبدأ وبس، أما التفاصيل الثانية لسه ما فكرت فيها. بس فيني قلك إنه البنت اللي بدي أتزوجها فضل تكون أعرفها وأهلي يعرفوها منيح. وانتي مدام حليمة نقيتي له عروس ولا لسه؟ هو بيدور لحاله وبيلاقي، رشاد عائله ما بيخاف عليه، بيعرف الصح من الغلط. بتمنى لك زواج سعيد. شكرا أنسة لورا. شو أنسة فضة، ما سمعتينا صوتك. عفوا تعباني شوي. بردور؟ أمور استاذ. هاي الأرض لمين؟ أي وحدة؟ هاي يلي جنب الأسار. إيه هاي لواحد اسمه الغزلات، عطاياها الباشا لأنه صار على واحد من خدمه وغلب له إياه. ليش عم تسأل؟ يعني عم فكر استقر هون، مثل ما لك شايف هذا المنزل ما له صالح للسكن، مشان هيك بدي اشتري شقفة أرض عمر عليها بيت واسع ومريح وكفي بيت حياتي هون. يا ريت يا استاذ، هيك بنكسبك على طول وبتصير واحد منا. اطلعت على اسار رايح. واللي بدي اياه منك يا دردور انك تروح لعند هذا صاحب الارض وتشوفه اذا بيبيعها، والمبلغ اللي بده اياه نحن جاهزين. على عيني، ولو اني بظن ما يوافق يبيع. ليش؟ هذا الغزلات رجال دندوف حقه بارا، وما صدق يصير عنده ارض ملك. انت حال معه، بجوز المال يغريه ويخليه يبيع. حاول ان شاء الله يوافق، بس ولا يهمك استاذ بيري،
حتى لو هو ما وافق رح دبر لك ارض ثانيه تكون احسن منها. لا دردور لا، اول شيء بنحكي موضوع هاي الارض بالذات، بعدين اذا ما صار مثل ما بدنا بنفكر موضوع ثاني. اورايت اورايت. ماني قدران خبي مشاعري عنك اكثر من هيك يا سعاده القنصل، وهيك موضوع اذا وافقت عليه الانسه لورا وحضرتك كمان وافقت عليه وتم الموضوع على خير، فابني رشاد رح يكون محظوظ كتير، وانا رح اكون غير كل الناس. عادة الانسان بيولد ويا دوب بيصيبه حظ بهالعمر، اما انا بكون ولدت ومعي 100 حظ. الحقيقة يا اغا ما بعرف شو بدي لك. فاجأك الموضوع مو هيك يا سعادة القنصل؟ فاجأني بالفعل يا اغا، بس اطمن مو من الناحية السلبية، فاجأني من ناحية التوقيت. أنا قلت بعد ما تعرفوا الشباب على بعضهم ونالت لورا إعجاب رشاد ورشاد نال إعجاب لورا، فأظن ما في داعي للانتظار. كمان ما بقصد هيك يا أخا، بقصد إن الموضوع انطرح بظرف بدي عم يعاني فيه من مشكلة حقيقية، غياب بنتي كريستين ومصيره اللي ما زال مجهول حتى الآن. بهيك حالة من القلق والتوتر من الصعب إنه نطرح موضوع جديد للنقاش، ما في حد راح يستفيد منه. أنا ماني مستعجل يا سعادة القنصل، بس حبيت حط الفكرة براسك وأنت بتقدر إمتى بتطرحها. وأنا أفضل هيك، خلي الموضوع يستوي على نار هادية. بالمناسبة يا عبد آغا، أنا أصبحت أشعر أنه رجالك تأخروا بتنفيذ المهمة، وبالتالي قلقي عم يتضاعف يوم بعد يوم. المهمة هي مانا سهلة يا سعادة القنصل، وأنا بحب طمنك أنه المحروسة بنتك مع يلي خاطفها لساتهم بقلب المنطقة. رجالي متأكدين من هالشي وعم يقتفوا أثرهم ليل نهار، وإن شاء الله ما بيطولوا وبترجع لك بنتك بالسلامة. وهيك حالة لكن نعمل جهدنا نعمل عرس لورا ورشاد بالوقت اللي بترجع فيه كريستين. بقدر أعتبر هالكلام موافقة مبدئية من سعادتك؟ موافقة مبدئية بالنسبة إلي أنا بس. أما بالنسبة للموافقة النهائية والأساسية لازم تجي من طرف أختي لورا. يا سيدي ما أظن يصعب على جناب سعادتك إقناع الآنسة لورا بهيك زواج طالما في مصلحة للجميع. بظن إنه بعد هلأ السفر صار مفروض علينا فرض، وخاصة إنه صار لازم نبارك لمروان وسوسن بمولود الجديد. إذا كنت شايف إنه لابد من السفر بنسافر، أنا ما عندي مانع. القصة ما هي إنه مثل ما أني شايف ولا لا، القصة إنه المنطق هيك بيقول والواجب هيك بيقول كمان. أما بالنسبة لحالتي الصحية فهالشي لا رح يقدم ولا رح يأخر من شنو. طيب طلعت مثل ما بدك. اختاري الهدية أنت ولا أنا؟ أنت شو بتحب؟ اختاريها أنت، لأنه يمكن تكون هي آخر مرة نتبادل فيها الهدايا. معك حق يا أغا. أنا رايحة وما بتأخر. لوين رايحة؟ مشوار صغير، بس أنت لا تقلق علي. لا تعصبيني كريستين، أنا لازم أعرف شو اللي بذهنك ولوين رايحة. منير بترجاك لا تكون لحوح، ما ضروري دائما تعرف شو عم فكر وشو في بذهني. شو قلتي سكينة؟ يلي عم قوله لحضرتك يا سيدي هو الحقيقة. حاسة حالي رح موت والوجع ما عم يروح، دمي عم ينزف.
العين وجهي. لك ليش لا يا ابو جميل؟ بيع شري قلت لا، قلنا ماشي الحال، استئجار سنه سنتين، لك ليش لا تقول لا؟ I thought you'd be furious like a wintry storm if you really disapproved of William's suggestion. One mustn't fly to fair for nothing. I'm telling you he'll marry me off to that stupid Arab and you say nothing. You're behaving as if you have no feelings at all.